بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا ولادة هنتكلم عن الدرس الاول في التاريخ اللي هي الحركه الوطنيه ومقاومه الاحتلال البريطاني. اول حاجه طبعا بيعرفني في الدرس ده ان ابناء محمد علي ما كانوش زي محمد علي، تمام، في مقاومه التدخل الاجنبي والاحتفاظ باستقلال مصر. خلاص، علشان كده بدات تظهر عندي شخصيات وطنيه داخل المجتمع المصري علشان تقاوم التدخل الأجنبي في شؤون مصر، تمام، وتحاول إن هي تقضي على التدخل الأجنبي اللي حصل في شؤون مصر في عهد أبناء محمد علي. طبعا احنا أخدنا في الترم اللي فات كنا واقفين بأسرة محمد علي لحد ما وصلنا للخديوي توفيق. لما تولى الخديوي توفيق الحكم بنقول إن هو طبعا أحوال البلاد كانت سيئة جدا في عهد توفيق. بدأت تظهر زي ما قلنا الشخصيات الوطنية. من أشهر الشخصيات الوطنية اللي ظهرت عندي في الوقت ده كان أحمد عرابي. أحمد عرابي طبعا هو اتولد من مواليد محافظة الشرقية، والتحق بكتاب القرية عشان يحفظ القرآن الكريم، وبعد كده دخل الأزهر الشريف. خلاص، بنقول يا ولاد إن أحمد عرابي بدأ الكفاح بتاعه وبدأ إن هو يلتحق بالجيش المصري في أيام سعيد باشا. يبقى انضم أحمد عرابي للجيش المصري في عهد سعيد باشا زي ما احنا شايفين كده، وسعيد باشا هو اللي كان من أبناء محمد علي اللي سمح بتجنيد أبناء عمد البلاد ومشايخها. فضل يترقى أحمد عرابي لحد ما وصل في الجيش في عهد الخديوي توفيق. طيب، هو امتى بدأ كفاح أحمد عرابي أصلا؟ قال لي أحمد عرابي بدأ كفاحه ضد النظام التركي والجركسي في عهد إسماعيل باشا. النظام التركي الجركسي يا أولاد اللي هي أسرة محمد علي، وإن هما كانوا بياخدوا كل المناصب الكبرى داخل الدولة والوظائف الكبرى والثروات داخل مصر. فعشان كده طالب أحمد عرابي بالمساواة ما بين أبناء مصر وما بين غيرهم من باقي الأجناس أو الجنسيات التانية اللي هما الأجانب اللي كانوا موجودين في مصر أو من أسرة محمد علي. اشترك أحمد عرابي في تأسيس جمعية سرية اسمها مصر الفتاة، وطبعا كان عضو من أهم أعضائها. أحمد عرابي أولاد اسمه بيرتبط بالحركة الوطنية في الوقت ده وبالثورة العرابية اللي قامت في مصر في الوقت ده، تمام. طبعا ده الخديوي إسماعيل، وهنا بنقول إن الصورة دي الصورة الشهيرة جدا لأحمد عرابي وهو على رأس الجيش المصري وخارج يقابل الخديوي توفيق للمطالبة بمطالب الجيش والشعب. نرجع تاني للأحداث اللي حصلت. بنقول إن كان في معايا بعض الشخصيات من الشخصيات الوطنية مع أحمد عرابي في الثورة العرابية، خلاص، أو في الحركات الوطنية اللي قام بيها. كان مثلا زي محمد عبيد، تمام، كان في عندي علي الروبي، كان هنا علي فهمي وعبد العال حلمي، دول زملاء أحمد عرابي. كان في محمود سامي البارودي، كان في كمان الامام محمد عبده. يبقى لما يجي يقول لي ان الثوره العرابيه كانت بزعامه احمد عرابي، لكن كان معاه بعض الشخصيات الوطنيه التانية المهمه. طيب، لو جه قال لي اسباب الثوره العرابيه، ايه اللي خلى المصريين يقوموا بالثوره؟ قال لي طبعا اول حاجه ازدياد التدخل الاجنبي في شؤون مصر نتيجه للامتيازات اللي كانت بتديها الدوله العثمانيه للاجانب، تمام. طبعا مصر اتعمل فيها في الوقت ده مراقبه ثنائيه اللي هي كانت بتسمح لاتنين من الموظفين الأجانب بالتدخل في شؤون مصر المالية، واحد إنجليزي وواحد فرنسي، كل واحد فيهم بيراقب الأحوال المالية في مصر. تالت حاجة يا ولاد إهمال أحوال الجيش، وطبعا الجيش في الوقت ده كانت أحواله سيئة جدا لأنه ما كانش بيسمح بزيادة عدد الجيش، ما كانش بيسمح بأن كان في كتير جدا من الضباط المصريين بيتعرضوا للظلم داخل الجيش المصري نتيجة لأن هم كانوا بيتم تسريحهم، وتسريحهم يعني خروجهم بره الجيش المصري وتقاعدهم. فطبعا ده كان بيؤدي لسوء من الأحوال الجيش. الأحوال الاقتصادية السيئة اللي كانت موجودة في مصر، خلاص، وطبعا الأحوال الاقتصادية السيئة خصوصا في عهد وزارة رياض باشا اللي كان بتسمح بالتدخل الأجنبي في شؤون مصر. يبقى أنا عندي هنا كان في الوقت ده اللي بيحكم مصر هو الخديوي توفيق، معاه رئيس للوزراء طبعا ده معروف جدا بأنه هو بيسمح بالتدخل الأجنبي وهو رياض باشا. علشان كده أحمد عرابي يا أولاد لما خرج في مظاهرة عابدين، بنقول هنا إن هو خرج في هذه المظاهرة خلاص على أساس إن هو يطلب من الخديوي توفيق عزل وزارة رياض باشا المستبدة السيئة في الوقت ده، تشكيل مجلس نواب، تمام،
طبعا ده صورة لرياض داشا اللي هو رئيس الوزراء المصري في عهد الخديوي توفيق. طبعا هنا كمان زيادة عدد الجيش، أحمد عرابي كان بيسعى لزيادة عدد الجيش ل 18 ألف جندي، لأن الجيش المصري في الوقت ده كان عدده قليل جدا. طبعا هنا بنقول إن اللي حصل في الوقت ده إن اضطر الخديوي توفيق للموافقة على مطالب أحمد عرابي خلاص، وبنقول إن هو فعلا تم عزل رياض باشا وتشكيل وزارة جديدة في الوقت ده. طبعا مجرد ما بريطانيا وفرنسا عرفوا ان في وزاره جديده وان الاحوال في مصر بدات تبقى احوال طيبه، بدات بريطانيا تستعد لاحتلال مصر. طبعا احتلال مصر ما جاش فجاه، بريطانيا بدات تاسس لاحتلال مصر، وبنقول ان هنا بريطانيا بدات تقول ان لازم تعمل احداث علشان تكون ذريعة ليها أو تكون سبب لاحتلال مصر. فبدأت تعمل إيه؟ بدأت تعمل بعض الحوادث في الأسكندرية، ولا تدبر بعض الحوادث في الأسكندرية، خناقات بسيطة جدا بتقوم ما بين الأجانب وما بين المصريين اللي موجودين في مدينة الأسكندرية، علشان تقول إن أحمد عرابي غير قادر على إقرار الأمن والنظام في البلاد. طب أحمد عرابي ماله بالقصة دي؟ أيوة، أحمد عرابي لما طلب من الخديوي توفيق في مظاهرة عابدين، تمام، ان هو 3 مطالب: اسقاط وزارة رياض باشا المستبدة، تشكيل مجلس نواب، زيادة عدد الجيش. تم عزل رياض باشا من الوزارة وتم تشكيل وزارة جديدة، تمام، وكان احمد عرابي في الوزارة الجديدة دي هو وزير للحربية او ناظر للجهادية زي ما كان بيقولوها زمان. معنى كده ان هو اللي مسؤول عن حفظ الامن والنظام داخل الدولة. طيب لو ما يحصل بعض الحوادث في الاسكندرية، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل هنا ان احمد عرابي هيقول، بريطانيا تقول للعالم كله ان احمد عرابي غير قادر على اقرار الامن والنظام داخل مصر. طبعا بريطانيا في الوقت ده كانت بتعمل كده، وفي نفس الوقت هي بتستعد لضرب مدينة الاسكندرية بالمدافع في 11 يوليو 1882. احمد عرابي كان بيدافع عن مدينة الاسكندرية، لكن الخديوي توفيق، هنشوف هنا بقى التواطؤ بتاع الخديوي توفيق وخيانة الخديوي توفيق للمصريين والأحمد عرابي، ان هو بمجرد ما الخديوي توفيق عرف ان بريطانيا بتضرب مدينة الاسكندرية وان احمد عرابي عايز يدافع عن المدينة، تم إقالة احمد عرابي، يعني عزل احمد عرابي من منصبه. لكن طبعا الشعب المصري تمسك بأحمد عرابي على اساس ان هو يدافع عن البلاد. طبعا كانت الدول اللي متفقة في الوقت ده كانت انجلترا وفرنسا زي ما قلنا، وهنشوف كده الأحوال أو إن بريطانيا دخلت مصر أصلا إزاي في الوقت ده. بريطانيا ولاد حاولت إنها تدخل مصر عن طريق الأسكندرية، وهنا بنقول إن أحمد عرابي وقف لهم في مدينة كفر الدوار علشان يمنع دخول انجلترا من مدينة الأسكندرية، وفعلا نجح إن هو يردهم تاني للبحر المتوسط. هنا بريطانيا فكرت انها تلف من البحر المتوسط وتجيلنا عن طريق قناة السويس. طبعا لما جت بريطانيا عن طريق قناة السويس، احنا قلنا ان ساعتها ايه اللي حصل؟ اولا في الدوار، فبدأت تمشي بالسفن بتاعتها لحد ما جت عن طريق قناة السويس. طبعا اللي كان مسؤول عن قناة السويس في الوقت ده هو فرديناند دي ليسيبس، المهندس الفرنسي اللي كان مسؤول عن حماية قناة السويس في الوقت ده. دي ليسيبس اوهم احمد عرابي وخدع احمد عرابي وقال له ان القناة تحت الحماية الفرنسية وان فرنسا مش هتسمح لاي جندي بريطاني بدخول مصر عن طريق قناة السويس. بمجرد ما احمد عرابي سمع الكلام وبدأ يتراجع عن قناة السويس، دي ليسيبس سمح لبريطانيا بدخول مصر عن طريق قناة السويس. طبعا احمد عرابي دخل مع بريطانيا في الوقت دوت بعض المعارك، تمام، وكان من أهمها معركة التل الكبير اللي انهزم فيها أحمد عرابي هزيمة كبيرة جدا هو والجنود اللي كانوا معاه. ودخلت مصر ودخلت إنجلترا القاهرة في 14 سبتمبر 1882، ومن هنا بدأ الاحتلال البريطاني لمصر. تمام، يبقى هنا بيقول لي الفكرة إن أحمد عرابي كان واقف في كفر الدوار، وبعد كده بريطانيا مشيت عن طريق قناة السويس واستطاعت إنها تدخل مصر عن طريق قناة السويس. طبعا هنا جايب لي صورة دي ليسيبس وإن هو فعلا اللي سمح لبريطانيا بدخول مصر عن طريق قناة السويس. طبعا يا أولاد أحمد عرابي تم القبض عليه وتم تقديمه لمحاكمة عسكرية بعد الاحتلال البريطاني خلاص،
وبنقول هنا ان طبعا دي كانت صور لمعركة التل الكبير اللي حصلت ما بين احمد عرابي وما بين بريطانيا، وهنا تم احتلال الانجليز للقاهرة في 14 سبتمبر 1882 زي ما احنا عارفين. طيب سياسة بريطانيا في مصر ايه؟ قال لي اول حاجة عملتها بريطانيا، اصبح المعتمد البريطاني هو الحاكم الفعلي للبلاد، إلغاء المراقبة الثنائية علشان بريطانيا تسيطر على الأحوال المالية اللي موجودة في مصر، إلغاء مجلس النواب، تمام؟ دي من أهم الحاجات اللي عملها. طب إيه تاني؟ قال لي خلت مصر تبقى قاعدة لتزويد بريطانيا بالقطن المصري، المصريين يزرعوا قطن بكميات كبيرة جدا وتبدأ بريطانيا تاخدها، تاخد القطن ده علشان توديه للمصانع البريطانية لتشغيلها. إهمال طبعا الصناعة المصرية، والصناعات اللي كانت موجودة في الوقت ده كانت صناعات بريطانية بيشتريها الشعب المصري وهو مضطر ليها. فرض ضرائب كثيرة جدا على المصريين، ودفع مصر تعويض لبريطانيا مقابل الخسائر التي خسرتها إنجلترا أثناء الاحتلال البريطاني على مصر. دي كانت سياسة بريطانيا في مصر في الوقت ده. طيب يا ترى المصريين بعد القبض على احمد عرابي، وتم طبعا سجنه ونفيه الى جزيره بعيده جدا عن مصر في الوقت ده، المصريين سكتوا على كده؟ قال لي لا، بدا يظهر عندي شخصيات وطنيه تدافع عن حق مصر في الحريه والاستقلال، كان من اهمهم مصطفى كامل، محمد فريد، سعد زغلول، وجمال عبد الناصر. احنا عندي هنا مصطفى كامل ومحمد فريد، دول هيبقوا في الدرس ده، والدرس اللي جاي طبعا احنا عارفين ان احنا بنتكلم عن سعد زغلول. اول حاجه اولاد يتكلم عن مصطفى كامل، بيقول لي ان هو تولى زعيمه الحركه الوطنيه في القرن ال19، خلاص طبعا علشان يدافع عن حق مصر في الحريه والاستقلال. مصطفى كامل كان عنده وجهه نظر، هو اولا كان شاطر جدا في كتابه الخطب والمقالات اللي كانت بتثير الشعور الوطني عند المصريين، واقنع المصريين من خلال الخطب والمقالات دي ان الجلاء، ان خروج الاحتلال البريطاني من مصر ليس مستحيلا. بدأ يتصل بالقوى الوطنية داخل مصر، وبدأ كمان يتصل بالخديوي عباس حلمي الثاني اللي هو كان بعد توفيق في حكم مصر، تمام، على أساس أنه هو يستميله للحركة الوطنية. طبعا مصطفى كامل أسس جريدة اللواء سنة 1900 علشان برضو أنه هو يكتب فيها المقالات بتاعته بكل حرية من غير ما بريطانيا تضغط عليه في الحاجات اللي هو بيكتبها. طبعا الجلاء يا اولاد، هو مصطفى كامل كان بيدافع عن الجلاء، الجلاء هو خروج القوات المحتله من اراضي الدول التي احتلتها نهائيا. لما المحتل بيخرج من الدوله نهائيا يبقى احنا كده عملنا او حصلنا على الجلاء. طب في خارج مصر عمل ايه؟ قال لي بدا مصطفى كامل ان هو يروح للدول الاوروبيه، وخاصه طبعا كانت فرنسا، وفضلت فرنسا واقفة جنب مصطفى كامل وبتساعده وبتأيده في القضية المصرية لحد ما تم الاتفاق الودي ما بين فرنسا وإنجلترا سنة 1904. الاتفاق الودي ده كان بيقول إيه؟ فرنسا في الوقت ده ولاد كانت عايزة إنها تحتل المغرب، تمام؟ بريطانيا محتلة مصر، اتفقت الدولتين على إن فرنسا تحتل المغرب، تمام؟ وطبعا هي فرنسا هتحتل المغرب، المغرب طبعا كانت المغرب والجزائر وتونس، الثلاث دول مع بعض، فرنسا هتحتل الثلاث دول وبريطانيا محتلة مصر، كل دولة تسيب التانية في حالها ملهاش دعوة بيها. هو ده كان الاتفاق الودي اللي حصل في مصر في الوقت ده. طبعا هنا بنقول ان فرنسا اتخلت عن تأييدها لمصطفى كامل، تمام، وامتنعت عن مساعدته مرة تانية. فبنقول هنا ان بدأ مصطفى كامل يعتمد على المصريين نفسهم وعلى دفاعه هو نفسه عن ايه؟ عن البلد. هو هنا بيقول لي ايوه، الفكره او الاتفاق اللي حصل ان انجلترا محتله مصر وفرنسا محتله المغرب، وخلاص على كده كل واحده تسيب التانيه في حالها، تمام. طبعا هنا ولاد بيقول لي ان الزعيم مصطفى كامل فضل يكافح وفضل يكشف فظائع الاحتلال البريطاني لحد لما كشف احتلال بريطانيا لمصر والفظائع اللي كانت بتعملها أثناء حادثة دونشواي. حادثة دونشواي دي حادثة مشهورة جدا حصلت في مصر سنة 1906 في قرية دونشواي، وبنقول إن المعتمد البريطاني اللورد كرومر في الوقت ده كان أخذ طبعا قرارات جامدة جدا ضد المصريين وضد الناس اللي اتهموا في حادثة دونشواي، تمام. وبنقول هنا انه طبعا نتيجة لكشف مصطفى كامل للي عمله اللورد كرومر
ضد الناس اللي كانوا موجودين في حادثة دونشواي. تم عزل اللورد كرومر من منصبه عقب حادثة دونشواي سنة 1906، إنشاء الحزب الوطني سنة 1907، والحزب الوطني كان الهدف منه تجميع المصريين في مؤسسة سياسية واحدة تدافع عن مصر وعن استقلالها. طبعا توفى مصطفى كامل سنة 1908، وترك رئاسة الحزب الوطني لصديقه محمد فريد. هنا لما نيجي نشوف كده محمد فريد بيقول لي أولا هو محمد فريد كان بيدافع برضو عن القضية المصرية، المشاكل الداخلية والخارجية في نفس الوقت. كان بيسعى لإيه؟ أنا عندي هنا دي صورة لمحمد فريد، كان بيسعى لتحقيق الجلاء وإنشاء مجلس نواب وتأسيس حكومة وطنية. تمام؟ طبعا عمل كمان على إن هو يعمل مدارس ليلية لتعليم العمال والفقراء بالمجان. بدأ كمان إن هو يرفض مد امتياز شركة قناة السويس. فرنسا والولايات كانت عايزة تمد الامتياز بتاع شركة قناة السويس إنها تقعد تستغلها فترة أطول من اللي كانت بتستغلها. تمام؟ هنا اللي وقف قدام المشروع دوت كان محمد فريد، وطالب الحكومة المصرية في الوقت ده برفض المشروع اللي هو مشروع مد امتياز قناة السويس. خلاص؟ طبعا والحكومة المصرية في الوقت ده بنقول إن هي فعلا رفضت هذا المشروع، رفض مد امتياز شركة قناة السويس. طبعا فضلت قوات الاحتلال البريطاني تقبض على مصطفى كامل وعلى محمد فريد خلاص، وكل شوية إنها يتعرض لمحاكمة والحكم عليه بالسجن، لحد لما مشي بره مصر تماما. لكن هو ما مشيش بره مصر علشان ينسى القضية المصرية زي ما احنا عارفين، لا، ده علشان كان يشارك في المؤتمرات الدولية اللي بتحصل في دول العالم. هو طبعا قعد في أوروبا، عاش في أوروبا الفترة الأخيرة من حياته، وبنقول إن هو في الوقت ده فضل محمد فريد عايش في أوروبا في الفترة دي لحد لما توفى سنة 1919. كده يا ولاد نكون راجعنا على الدرس الأول في التاريخ. تمام؟ والفيديو اللي جاي إن شاء الله هيكون مراجعة للدرس الثاني وحل البوكلت.